كان نفسي الأمور تسير بشكل أفضل حقيقة. أنا دايما بقول يا رب خطوة لقدام، يا رب عشان خاطر البلد دي والناس دي، خطوة بقى نبني بيها لله مش نهدم. لكن واضح أننا مش بنتعلم ولا ناويين نتعلم، وهنفضل متبعين سياسة ودن الطين وودن العجين. باختصار، امبارح كانت بداية انطلاق برلمان ثورة يونيو، أو زي ما بنطلق عليه برلمان 2016، أو نسميه ما نسميه، المهم كان عندنا حدث، حدث مهم. لكن واضح والله أعلم أننا هنطلق عليه اسم تاني، اسم مثلا ينفع أفيش فيلم أو مسرحية كوميدية. باختصار، اللي جرى امبارح يا حضرات سكتش من فيلم كوميدي، بس الكوميديا السوداء اللي هي يعني ممكن كمان نسميه شر البلية ما يضحك. حقيقي احنا ضحكنا، بس ضحكنا وجوه قلوبنا كنا زعلانين. نواب مشغولين اثناء القسم الدستوري بالحديث في التليفون، ونواب تانيين قاعدين يتكلموا مع بعض وياخدوا ارقام تليفونات بعض ويتصوروا سيلفي. الغريب ان الساده النواب واللي عددهم في عين العدو 596 نايب، اكبر عدد نواب في تاريخ البرلمان المصري من ثوره يوليو، كانوا بيكرروا نفس المشاهد اللي كان مشهورة المشاهد دي جدا عن الحزب الوطني المنحل واللي أدت إلى خراب البلد دي. أفتكر أني لما كنا زمان وإحنا صغيرين، لما كنا في المدرسة، كنا بنستنى أول يوم في الدراسة وبنكون ملتزمين جدا ولبسنا منظم جدا وأدواتنا منظمة جدا، سواء في الحضور أو الإنصات للمدرس اللي هو غالبا برضو بيكون جديد. يعني زي ما كنا بنقول الغربال الجديد له شدة زي ما بيقولوا. أما السادة النواب، نواب الشعب اللي صرفوا ملايين في المعركة الانتخابية، ما قدروش ان هم يقعدوا او يصبروا طول الوقت، سواء في الجلسة اللي خصصت لأداء القسم الدستوري، او حتى في جلسة الإجراءات لانتخاب هيئة مكتب المجلس واللي بتشمل الرئيس والوكيلين. السادة النواب، والحقيقة يا جماعة ده مش كلامي، دي الصور اللي اتنشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ونزلت في الجرايد والمواقع الإخبارية، الصور دي والحاجات دي هي اللي بتقول كده. سابوا الجلسة وقعدوا في البهو الفرعوني اللي أنا كنت بتكلم عنه، وتفرغوا بقى للنميمة وأكل السندوتشات بالهنا والشفا وشرب كركديه والسوبيا. الحقيقة أنا ما عنديش مشكلة في إنك يا سيادة النايب، يا سيادة العضو في البرلمان، تخرج علشان تاكل تشرب تروح حمام، كلها حقوق مشروعة جدا، ما اقدرش امنعك، والا بقى انا ست مش مفترية يعني. لكن مش بالطريقة اللي ظهر بيها المجلس امبارح. الحقيقة ان الجلسة المسائية كمان واللي شهدت انتخاب هيئة المكتب كانت اكثر استفزازا، لان النواب بدأوا ان هم يتباروا في العزومات، وجبات من مطاعم مشهورة، كباب وكفتة وخلافه. المشكلة في خلافه كمان، يعني حاجات ما ينفعش ان احنا يعني، كانت المشكلة اللي بتواجههم ازاي المجلس ما يشغلش المطعم الملحق بالمجلس. فعلا انا شايفة ان هي مشكلة كبيرة تستحق ان احنا كلنا جميعا والاعلام كمان يتوقف عندها. ازاي صحيح البرلمان ما يشغلش ولا مجلس النواب ما يشغلش المطعم؟ يعني انا اروح فين واجيه منين باللي بيحصل ده؟ طبعا المنظر اللي بدا عليه المجلس امبارح كان هو الشغلانة الأساسية للسادة مصوري الصحف والمحررين اللي بيشوفوا شغلهم ببساطة، بيغطوا أعمال الجلسات، بيشوفوا شغلهم، ما أقدرش ألومهم، بس ألوم الفاعل. طبعا كله اتنقل صوت وصورة على المواقع الإخبارية، النواب بقى يراجعوا نفسهم، لا راحوا جارين بالمشوار وراحوا يشتكوا لرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال. قال إيه؟ مقموصين، زعلانين من اللي حصل، واخدين على خاطرهم. يعني حضراتكم نجحتوا في البرلمان عشان تروحوا المجلس تاكلوا وتشربوا؟ دي حاجة يعني عظيمة خالص، ايه الشياكة دي؟ يقوم السيد رئيس المجلس يدخل النهاردة القاعة الرئيسية ويوجه كلامه للنواب ويعاتبهم على المشهد اللي ظهروا بيه على مواقع التواصل الاجتماعي، انه عيب ما يصحش كده، كده تمام قوي، وكلنا نرفع القبعة النهاردة لحضرتك يا فندم. لكن ما فاتش ساعة إلا وفوجئ السادة المحررين البرلمانيين والمصورين بقرار صادر من رئيس المجلس يمنعهم خالص من أصله من دخول البهو الفرعوني. ده عشان يقدر النواب يقعدوا يرحرحوا من غير وجع قلب بقى وقلب الدماغ. مش بس كده، ده طالب الأمانة العامة بالمجلس بتخصيص باثيو مجلس الشورى للقاء النواب بالصحفيين. طيب
هنا بقى هنقول كلام كتير للناس اللي ما تعرفش ايه هو البهو الفرعوني. يا سادة، البهو الفرعوني ده هو مطبخ مجلس النواب، مش اللي بياكلوا فيه، اللي بيتم فيه الاتفاقات والتربيطات سواء قبل انعقاد الجلسات او اثناء الجلسات او حتى بعدها. واحنا عندنا ما شاء الله 19 حزب سياسي واكثر من 300 نائب مستقل، ده غير المعينين. يعني التحالفات والمناقشات والتربيطات مستمرة على مدار الساعة، وبالتالي الحكاية مش بس متعلقة بفكرة زعل النواب من التقاط صور ليهم وهم بياكلوا، لا دي مرتبطة أصلا طالما قلنا منع بمحاولة تكميم أفواه، أو بلاش نقول كده عشان الكلمة دي بتضايق ناس كتير قوي مننا، نقول إنه محاولة لعزل الصحفيين عن المطبخ الحقيقي للمجلس، وده في حد ذاته كارثة ما تقلش ابدا عن ازمه حجب المعلومات. رغم انه انا بتكلم بالكتاب، الكتاب بيقول ايه؟ الدستور المصري بيقول ايه؟ الدستور كفل حريه تداول المعلومات، وبالتالي مش من حق احد يحجب اي معلومه عن اي صحفي. بس نقول ايه؟ احنا بنحط مواد دستوريه ديكور. يا ريت ان احنا نعمل بيها، اتمنى والله. دي ايام الحزب الوطني المنحل ما جرؤوش ان هم ياخدوا قرار زي ده. كل الجبروت اللي كان فيه الحزب الوطني ما حصلش فيه الكلام ده. نقوم بعد ثورتين يطلع قرار بالمنظر ده. طبعا المحررين البرلمانيين ثاروا واستاءوا جدا ورفضوا القرار واصدروا بيان ارسلوه لنقابة الصحفيين، ذكروا فيه ان هناك تعنت واضح في التعامل معهم من خلال مسلسل التضييق على المحررين البرلمانيين والمصورين بمنعهم من دخول القاعة في واقعة هي الاولى من نوعها تحت قبة البرلمان، واستغلال شرفات الصحافة واستبدالها بشرفات لا تليق او تتناسب او تحتوي اكثر من 10% فقط من عدد المحررين بالمجلس. سادت حالة من الغضب بين المحررين البرلمانيين وأكدوا رفضهم لسياسة التضييق الإعلامي الذي لم يشهده المجلس حتى في برلمانات عهد الوطني المنحل أو الإخوان الإرهابية، وتساءلوا من حقهم عن سبب تخوف القائمين على إدارة المجلس من قيام الصحافة فقط بدورها ونقل حقيقة ما يحدث وما يدور بالبرلمان للرأي العام، وده اللي احنا اتفقنا عليه من الأول. طبعا حاول عدد من النواب ان هم يتدخلوا ويحلوا الازمه اللي انتهت بعد مشاورات عديده بالسماح للمحررين بالدخول للبهو ومنع المصورين. يعني بقى المنع من داخل القاعه وخارجها. ليه؟ لاني نسيت اقول لحضراتكم ان في قرار تاني صدر للمصورين بتنظيم دخولهم للقاعه، بمعنى انه بحد ادنى 3 دقائق، يعني صور واجري. يا حضرات السادة النواب، يا سيادة رئيس المجلس، يا معالي الأمين العام لمجلس النواب، احنا في عصر ما ينفعش فيه تشد الفيشة.